الله يمسيكم بالخير. أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية يعاني من نقص في فيتامين د. أعراض نقص فيتامين د: آلام في العظام وليس في المفاصل، في العظم، آلام أيضا في العضلات وتشنجات أحيانا، أيضا المزاج يكون مضطرب. ومن أعراض نقص فيتامين د: كل ما جاء موسم برد، كل ما جاء يجيني زكمة، يجيني التهابات، يجيني ضعف مناعة يعني. أيضا يعاني اللي عنده نقص فيتامين د من الخمول والإعياء، ما هو نشيط ولا كسلان على طول. ومن أهم طرق تعزيز فيتامين د في أجسامنا: ضوء الشمس، هذا واحد. اثنين، البيض، صفارة وبياضة، كلها، كل البيض كله ممتاز. أيضا الجبن، وخاصة الجبن اللي لونه أصفر، الحليب والألبان ومشتقاتها مليئة فيتامين د. وبعض الأسماك زي السلمون والسردين هذه مليئة جدا فيتامين د. أسأل الله يوفقنا وياكم.